معايا مدرب عامل حاله مع جمهور النادي الاهلي. مدرب الحقيقه بيفكر يعني بنفس عقليه الجماهير، ما بيفكرش في حاجه غير الفوز، غير انه يتوج بكل البطولات. الحمد لله ربنا قدره السنه دي او السنه اللي فاتت تحديدا انه يعمل رقم قياسي عالمي هيتسجل قريبا جدا في موسوعه جينيس ريكورد للارقام القياسيه بعد ما فاز ب 100 ماتش متتالي مع الاهلي. امبارح يمكن حتى او اول امبارح كنا بنتكلم في هذا الموضوع ان الاهلي 100 ماتش متتالي في كل المسابقات. شفناه في ماتش الزمالك اول امبارح، يمكن الماتش اللي فات، قد ايه كان بيفرح، قد ايه مع كل كوره يعني واقف على الخط بيستعد كانه لسه يعني جوه الملعب. شفنا دموعه بعد الماتش، شفنا مؤازره الجمهور ليه ولفرقته برغم خسارته مع بدايه الدوري قدام بتروجيت، واللي كانت لصالح اخوه صحيح وشقيقه الاكبر كابتن هاني مصلحي اللي بيدرب نادي بتروجيت حاليا، الا انه كابتن محمد مصلحي الحقيقه يظل شخصية استثنائية عنيدة، يعني ما بتفكرش في حاجة غير ان هي تنجح. من وهو لاعب ولحد ما بقى مدير فني مر برحلة طويلة جدا، بس الجميل فيها ان هي دايما جوه النادي الاهلي من اول وهو في قطاع الناشئين ولحد دلوقتي. كابتن محمد برحب بيك. ألف ألف مبروك الفوز الأخير على الزمالك، كان يعني ماتش صعب جدا جدا، كلمني عنه. اولا بشكر حضرتك جدا على المقدمه. الماتش كان صعب، صعوبته ان احنا كنا طبعا زي ما قلت غلبنا من بتروجيت في اول الدوري. كان موقفنا كان هيبقى صعب جدا لو كنا خسرنا لا قدر الله، كان هيبقى مش بايدي بقى لان انا عايز اكسب الدوري، مش بايدي، هنستنى نتائج تانية، فرق تانية تكسب نادي الزمالك وان احنا نكسب الماتش بقى الاخير اللي هو نادي الزمالك الدور التاني يعني. ففوجئنا طبعا بحضور مجلس الاداره يمكن بالكامل، انا فوجئت والله فعلا رغم ان الماتش صعب لان هم عندهم ثقه كبيره في الفرقه. تقدمهم طبعا الكابتن محمود الخطيب اللي بشكره جدا ان هو كان موجود في ماتش اول امبارح، والحمد لله يعني ما خذلناش الجمهور وعملنا ماتش هايل فنيا يعني. ليه كنت حاسه ان انت مضغوط؟ يعني كان في ضغوطات، كان في دموع، كان ماتش غريب شويه، حتى انتهى بطريقه دراميه، انا بسميها بطريقه فيها دراما، لان انت الشوطين الاولانيين تقريبا يعني كان فيه ساحق للاهلي، بعد كده الشوط الثالث تقريبا كنا يعني فرق 7 نقاط ما بيننا وما بينهم، بعد كده عوده الاهلي كانت سريعه جدا، فده حصل بسرعه كمان قوي، فايه اللي حصل؟ يعني هو الماتش الحمد لله كان ماشي كويس جدا الشوطين الاولانيين. وطبعا احنا بنلعب فرقه كبيره جدا ممكن ترجع في اي وقت للماتش، وهو ده اللي كان حصل في الشوط الثالث، حصل ايكوال او تعادل يعني كذا مره. لكن الحمد لله باصرار اللعيبه وكم تغييره كده عملناها عملتها يعني الحمد لله الماتش رجع يعني او الجيم رجع وقدرنا نكسب 3-0. بالنسبه للضغوط طبعا زي ما قلت لك يعني او الضغط فعلا كان كبير جدا عليا وعلى الفرقه بالذات، لان احنا بقول لك خسرنا ماتش وكان دايما الجمهور بيتطلع للفرقه دي بالذات او فرقه الفولي بالنادي الاهلي دايما يتطلع للمكسب. حصل انتقادات كتير جدا للفرقه وليا والمسؤوليه. انتقادات ايه؟ انتقادات يعني اهمها طبعا يعني الكبر سن اللعيبه يعني. لا دي انا لا دي فرقه العواجيز دي ليها موضوع قصه يعني، بس يعني انتقادات دي وان انا ما بطلعش لعيبه ناشئين وان المحترفين اللي بجيبهم مش على قد المستوى. كل ده طبعا يعني غير صحيح بالمره، ولو عايزه طبعا نسرد الموضوع ده ما فيش مشكله، لكن هي المسؤوليه هي اللي خلتني يعني يمكن دموعي سبقتني شويه، انا دموعي قريبه شويه، بس هي المسؤوليه، مسؤوليه بقى مسؤوليه كم مليون واحد عايز يفرح، مسؤوليه مجلس اداره حط ثقه في الفرقه دي، مسؤوليه اللعيبه، كل ده مسؤولين مننا. فالحمد لله يعني ربنا كلل المجهود بمكسب، قدرنا ان احنا نرجع تاني للدوري، وان شاء الله عندنا ماتش بعد بكره مع الترسانه، اذا كسبناها هنعتلي الدوري ان شاء الله ونكمل بعد كده الدور التاني باذن الله. ودايما في اعتقادي انه الاهلي دايما يعني بيحضر في الوقت المناسب. صحيح كنت عامل جيم رائع جدا وخلص صحيح 3 اشواط يعني 3-0 على الزمالك، بس ده يعني مش بالسهل كده، وانا دايما اقول انه مفيش نجاح بياتي بالصدفه. فكلمني عن الاستعدادات ديت،
اكيد. لا احنا بنتكلم على ديربي على فكره يا جماعه، عايز اقول لكم حاجه، ويعني يمكن تاريخ النهارده بنتكلم على تاريخ او بالارقام القياسيه، النهارده في تاريخ ديربي الاهلي والزمالك في طايره رجال 12 ديربي صح، 12 مباراه بين الاهلي والزمالك صح، والاهلي لم يخسر الا ماتشين فقط، يعني فوز الاهلي كان في 10 ماتشات وخسارتين على بالمناسبه يعني كانوا تحصيل حاصل صحيح. فكلمني بقى عن التاريخ ده، كلمني عن يعني قد يعني ايه كان اهميه معينه يعني مع الفرقه بما على مدار تاريخ الفولي بول في النادي الاهلي. لا النادي الاهلي لعب الزمالك كتير جدا يعني كان في طبعا يعني خلينا في فتره ما انا مسكت مدير فني انا لعبتهم تقريبا 12 مره، كسبت 10 وخسرت مرتين، مرة كانت مهمة ومرة ما كانتش مهمة يعني. اتكلمني يا كابتن على الاستعدادات الخاصة، أكيد بين الأهلي والزمالك بتبقى ليها استعدادات وطقوس عن أي مباراة الأهلي بيواجهها مع أي نادي آخر. هو أولاً يعني إحنا ابتدينا الدوري كان ست يعني أربع مجموعات، كان في مشكلة كبيرة جداً إن الكورونا ضربت الفرقة، كنت أنا منهم وعشرة كمان. اضطرينا طبعا كان نضغط الماتشات الدور التمهيدي لغايه لما الحمد لله خلصناها، وبعدين كان في مشكله استقرار الدوري مع الاتحاد، عملنا اجتماع مع الدكتور سامح حمدي وهو سمع لكل الاطراف وقرر استئناف الدوري بشكل منتظم. الحمد يعني بالنسبه بقى لمستعدات ماتش الاهلي احنا بنلعب كل يوم جمعه واثنين. طبعا طلبت من النشاط الرياضي معسكر بدري يوم، بصراحه كابتن رؤوف وافق فورا لان عارف ان قد ايه الماتش ده مهم جدا. اتمرنا كنا بنتمرن صبح وبعد الظهر كتير يعني الحمد لله، يعني كان الطلبات اللي طلبتها من النشاط الرياضي تم توفيرها تماما، وعملنا محاضرتين على فرقه نادي الزمالك، على يعني مش عايز اقول لك يعني ان انا المحلل اللي معايا ما نامش يومين معايا. عايز اقول لك عملنا تحليل خمس ماتشات للنادي الزمالك والحمد لله جابت نتيجه كويسه جدا، فرقت مع اللعيبه. طبعا بنحفظهم كل حاجه. بعيدا عن الفنيات، انت في لعيبه من النهارده بيتدربوا تحت ايدك زملتهم في الملعب، والحقيقه يعني فريق الفولي بول في النادي الاهلي بيجمع يعني اعمار سنيه مختلفه كتيره جدا. قول لي بقى كابتن محمد مصلحي بيتعامل يعني، هل ده بيشكل لك ده ضغط مثلا من نوع اخر؟ بتقول ايه للعيبه بخلاف الفنيات؟ كابتن محمد مصلحي اكيد يعني مش بسهوله التعامل مع الاعمار السنيه المختلفه دي. هو انا في ثلاثه لعبت معاهم هم لعبوا معايا، احمد صلاح وعبد الله عبد السلام ومحمود رؤوف، دول ثلاثه دول لحقوني يعني. عبد الله واحمد حوالي اربع خمس سنين كانوا معايا قبل ما بطل سنه 2006، هم كانوا معايا لانهم مميزين جدا، فكان اي مدير فني بيمسك الفرقه كان بيصعدهم معانا يعني، فهم كان من مميزاتهم لعبوا معايا. فاي بقى اي تعامل تاني، هم في اصدقاء وفي اصحاب وفي اصغر منك وفي ولادي وفي اخواتي، فكلهم عارفين الكلام ده كويس يعني. هي الحاله المعموله مع اللي انا عاملها مع الفرقه، انا بحبهم جدا جدا، بعشق الفرقه دي يعني. انا بقول لك انا يمكن بقالي 35 سنه، في شهر 6 الجاي هكمل 35 سنه في النادي ما شاء الله، من غير ما اسيبه خالص. لعيب 20 سنه مدرب ومدرب عام 10 سنين وخمس سنين مدير فني ما شاء الله. فشهر الستة الجاي ده هكمل 35 سنة من غير ما خطي خطوة برا النادي الأهلي يعني ما شاء الله. فأنا يعني الحمد لله أعرف زملت ناس كتير واللعيبة دي فعلا أنا بعشقهم وبعشق الفرقة دي، ويعني الحمد لله كان في كثير جدا من الانتصارات وقليل من الإخفاقات، لكن الحمد لله بشكر ربنا يعني على ان انا اداني الفرصه دي ان انا امرن الولاد دول، لانهم فعلا ممتازين جدا ويعرفوا يعني ايه النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي. الجمهور دايما بيلقبك بصانع او قائد كتيبه الماسترز اللي هو جيل الحالي ده، ويمكن التقارب السني ما بينك وما بين بعض اللعيبه يمكن ابرزهم احمد كابتن احمد طبعا، يعني ده ممكن يخلي شويه يقول ايه ده ما بيعرفش يتفاهم قوي مع القريبين من سنه او في نفس سنه، وبالتالي كمان يعني اللعيبه كمان الاصغر سنا ممكن ده برضو يعني دي ممكن تكون تركايه عند المدير الفني، اي مدير فني مش بتكلم عن محمد بصلحي يعني، بتتعامل مع التركايه دي ازاي؟ لانها كانت ممكن تعمل مشكله ان انت تسيطر على اللعيبه دي، عامله لك فعلا مشكله؟
اولا يعني ولا انت شخصيتك فعلا لا يعني اسهل ناس تتعامل معاهم بتعامل مع احمد صلاح وعبد الله والناس الكبيره وعبد اللطيف ومحمود رؤوف هم دول اسهل ناس وحسام وقطب ناس كبيره عارفه كويس جدا واجباتها ايه ووظيفتها ايه سهل جدا التعامل معاهم. مين اللعيبه اللي صعب التعامل معاه؟ الولاد الصغيرين الاصغر لا ما هو يعني هو كان حصل هجره جماعيه كده في النادي سنه 2014 وكان ساعتها طبعا كان في مشاكل وخسرنا كتير يعني انا قررت ان انا ارجع الناس دي لان الناس دي تعلم الولاد الصغيرين يعني ايه الالتزام ويعني ايه النادي الاهلي بجانب طبعا اللعيبه اللي كانت موجوده سواء كان حسام او قطب او عبد الحليم او عبد العال او معوض الناس دي فضلت النادي الاهلي. لكن لما حصل الهجره دي اضطريت برضو ارجع لازم نرجع الناس الكبيره انت دي. كان ليك ايد في رجوع الطيور المهاجره دي زي ما بتقول. طبعا الحمد لله رجعت عبد الله ورجعت احمد ورؤوف وعبد اللطيف وعملت كم صفقه كده كويسين يعني كنت جبت محمد عبد المنعم وكنت جبت محمد عادل ويعني وسعيد يعني ناس الحمد لله يعني عملت فرقه بتعتبر من جديد. كان رجوعهم يعني كان سهل عليه يعني سهل عليهم ان هم يرجعوا تاني النادي الاهلي ولا لا بقى بصفتهم بقوا محترفين فالموضوع بيكون اكثر صعوبه ان هم يرجعوا مره تانية لغايه وقتنا هذا عبد الله واحمد بيجي لهم عقود لغايه والله. وقتنا لغايه وقتنا وانا هم يجوا يقولوا لي بيوروني فعلا يعني الوكيل يعني في او وكيل بيجيب لهم عقود وانا ما بعمل نفسي مش شايف بجد طبعا لا عبد السلام واحمد اللي هم العواجيز يعني هم فرقه العواجيز حكايه فرقه العواجيز دي يعني كمان يعني عشان خاطر احمد وعبد الله وعبد اللطيف 35 سنه يعني عبد الله 37 احمد 36 عبد اللطيف 37 محمود 35 الباقي كله يعني الحمد لله يعني عندنا بقى حسام وقطب فوق يعني 31 32 معدل عمر الفرقه كبير شويه لكن في طبعا لو هنتكلم لا في اولاد صغيرين عندنا محمد عادل واحمد سعيد نجم مستقبل وعندنا محمد رمضان عندنا شريف معار لبتروجيت دول الجيل الثاني في الجيل الثالث بقى الاولاد الصغيرين اللي انا اديتهم اعاره لنادي بتروجيت في يوسف الصافي ويوسف مرجان وعمر زكريا وفي محمد عثمان كل دول كانوا بيتمرنوا معايا في الاولاد الصغيرين بقى الناشئين اللي بيطلعوا معايا مروان صافي وزياد اسامه وكتير جدا يعني انا حوالي 22 لعيب كانوا معايا ما شاء الله في ناس بتاخد فرصه يعني لو في فرصه ان هي بتاخد في الدوره التمهيديه بتاخد لكن انا ما اقدرش ادي فرصه دلوقتي للولاد الصغيرين لان اي لطشه او اي ضربه بتاثر على الدوري كله فانا انت عارف لو بنلعب زي كره السله مثلا من الاول للثامن تحديد مراكز مجرد ان الدوري من الاول للثامن تحديد مراكز كنت اديت الولاد دي كتير ما همنيش اي حاجه لكن الماتشات عندك يعني بفوره صح بالزبط يعني كده. لو تكسب يخسر حتى لو ثلاثة لو كسبت 3-2 ببقى بفقد نقطه فده بيأثر على مسيرتي في الدوري فما بقدرش غامر قوي في الادوار ديت اللي انا فيها ان انت تدفع بلعيبه صغيره السن لكن انا بدفع دلوقتي بعبد الرحمن الحسيني ولد من احسن لعيبه مصر في سنه بديله ساعات دلوقتي في الوقت دوت اللي احنا فيه يعني الحمد لله فيه يعني عايز الناس ما تقلقش من الموضوع ده خالص يعني ان شاء الله لما كسبته على الزمالك اول امبارح وكنا الحقيقه احنا بننقل هنا الماتش يعني كان من صباحيه ربنا وكابتن هيثم السعيد الحقيقه يعني دايما نجم التغطيات اللي زي دي فاول حاجه عملها احمد وعبد الله زمايله يعني كبار في السن جرحوا على الكاميرا وقال ايوه احنا فرقه العواجيز ايوه احنا فرقه ده عشان ربنا الحمد لله كلل مجهودهم بالنجاح لكن على مستوى بقى الصحوبيه اللي بينك وما بينهم وعلى مستوى السوشيال ميديا بيحصل كلام مختلف يعني الكلام ده لما بيتقال او هم بيسمعوه او بيوصل لهم ازاي بيتعاملوا معاه بيجوا يقولوا الكابتن محمد مصلحي ايه فيه احنا لازم نبطل كابتن مصلحي احنا فعلا كبرنا طيب. كابتن مصلحي احنا لازم نعتزل ده التوقيت يعني بيقولوا ايه هم مش متابعين يعني عبد الله واحمد مش متابعين السوشيال ميديا قوي يعني الفيسبوك الكلام ده كله ما بيلتفتوش خالص ليه يعني يعني هم يعني عايز برضو اوجه يعني احنا عندنا في الفولي اما نيجي نقول اللعيب ده كبر وبطل اولا هو اللي يقرر اذا كان هيبطل ولا لا اللاعب نفسه طب. هو حاسس ان هو يبطل ولا لا تاني حاجه انا لو قلت له ان انا مش عايزك السنه دي خلاص هو حر يشوف نادي تاني يا اما يبطل يعني اي حاجه لكن في عندنا
هل هو امكانياته الجسمانيه تساعد على ان هو يكمل يعدي سن ال 40 ولا لا؟ مركزه ايه؟ يعني الحاجات دي كلها بتفرق. يعني احنا عندنا بسم الله ما شاء الله عندنا الكابتن اشرف ابو الحسن نجم نادي الزمالك دلوقتي ولعب في الجيش واسمه عنده 46 سنه بسم الله ما شاء الله ربنا. في كابتن حمدي الصافي لعب عدى بعد ال 40، ماجد مصطفى عدى ال 40، في ناس كتير جدا عدت ال 40 ولعبت وكان ليها تاثير جامد جدا في انديتها. انا اتوقع ان عبد الله واحمد يعدوا السن دوت يعني ان شاء الله باذن الله يعدوا سن ال 40 ان شاء الله. احنا معانا واحد من العواجيز كابتن عبد الله عبد السلام. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بحضرتك. الف مبروك. الله يبارك فيك. ربنا يبارك لك يا رب. بتردوا دايما في الملعب؟ الاول طبعا برحب بحضرتك وبرحب بكابتن ميدو مسلحي وكابتن هاني موجود اكيد طبعا معاكم. لا بعد الفاصل هينضم لينا ان شاء الله. بس سامع الله. اكيد قاعد سامعك اكيد وصل له يعني. فطبعا اول حاجه كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب. الايام المباركه اللي احنا داخلين عليها ان شاء الله شهر رمضان الكريم على الشعب المصري كله وعلى جميع النادي الاهلي. يا رب. طبعا الحمد لله رب العالمين. يعني كابتن محمد اكيد اتكلم في كل حاجه بخصوص الفرقه. طبعا احنا النادي الاهلي طبعا زي ما حضرتك عارفه مركز اول بالنسبه لنا ده حاجه مهمه ولازم. فطبعا بغض النظر بقى عن الكلام اللي بيحصل اللي هو داير حوالين الفرقه سواء بقى الناس اعمارها سنيه كبيره، الناس الصغيره ما بتلعبش، الناس كل الحاجات دي كلها. طبعا في جهاز فني محترم. كابتن محمد مسترحي طبعا زي ما قال وبيقول في كل حته احنا عندنا اربع اجيال. ما فيش فرقه دلوقتي في مصر او في افريقيا عندها الاربع اجيال بنفس السن اللي احنا ماشيين بيه. ناس كبيره وناس شباب وناس ناشئين طالعه من تحت بتكمل معانا. دي انا معتقد لو حصلت قبل كده في النادي الاهلي ممكن يكون حاطط جيل وجيل وراه بيكمل. فاما دلوقتي يعني احنا عندنا اربع اجيال مختلفه الحمد لله رب العالمين ماشيين بصوره كويسه جدا. فاما بقى حضرتك بتتكلم على الرد في الملعب على حكايه السن او اي حاجه ثانيه بتخص الفريق. طبعا احنا عمرنا ما التفتنا والله للكلام ده خالص. طبعا احنا حصل اخفاق في ثاني ماتش في الدور الاولاني. طبعا كان يعني ما كانش متوقع وحصل بدري جدا. بس طبعا يعني الناس كلها اللي موجوده طبعا في خبرات وجهاز فني محترم الحمد لله رب العالمين كتفنا واشتغلنا وصلحنا الاخطاء اللي عندنا وابتدينا خلاص بقى نركز اكتر. خلاص اول مره تعرف حاجه زي كده من اربع سنين الحمد لله رب العالمين. يعني بنفوز على طول يعني لحد اخر الدوري بنحسم الدنيا قبلها بكتير. حطينا نفسنا في ازمه بس الحمد لله رب العالمين لا قوتنا والحمد لله احنا قويه في الجهاز الفني وفي اللعيبه وجماهيرنا ومجلس ادارتنا. فالحمد لله رب العالمين. يعني ماتش الاول امبارح بتاع الزمالك طبعا ده خير رد للفرقه واقفه على رجليها والفرقه بجهاز فني محترم ولعبتها كلها ولعبه النادي الاهلي كلها محترمين والحمد لله رب العالمين نقدر نحسم ان شاء الله رب العالمين الدوري والكاس ان شاء الله ولنا نصيب نشارك في افريقيا ان شاء الله رب العالمين تبقى من نصيبنا باذن الله. يا رب يا كابتن عبد الله. بس انا عايزه اعرف حاجه يمكن انا فاهمه من كلامك دلوقتي وكلام كابتن محمد مصلحي قبل مداخلتك انه الفولي بول يعني ملوش سن معين صح؟ يعني ملوش سن اعتزال معين. طول ما فيك المهاره او البنى الجسمانيه تساعدك فانت فيك تدي في الملعب صح كده؟ مظبوط. اللعيبه الكبار انت عبد اللطيف عثمان احمد صلاح اللعيبه الكبار اللي في الفرقه وهي فرقه الحقيقه بتضم اعمار سنيه كتيره جدا اكيد ليها جلسات خاصه. يعني ليها قبل الماتشات المهمه اللي زي دي ليها جلسات خاصه وكلام من نوع اخر لما بتقعدوا مع بعض وتتجمعوا بتتكلموا وبتقولوا لبعض ايه بتحفزوا يعني حتى كمان على فكره على مستوى ال 100 ماتش. يعني انتوا كابتن محمد مصلحي ازاي بيحفز او ازاي بيديكوا الدوافع ازاي بيخلق لكم دوافع جديده اصلا؟ انا سالت 100 سؤال. تمام. لا انا هرد على حضرتك حاجه طبعا هرد على حضرتك. اول حاجه بخصوص موضوع اللعب موضوع السن طبعا كابتن محمد والجيل الذهبي كابتن ماجد مصطفى وكابتن حمدي الصافي وكابتن عمر رشدي وكابتن هاني مسرحي والجيل العمالقه كابتن وائل عادل كان معاهم كمان. طبعا الجيل ده احنا عاشرناهم. فالجيل ده جيل ذهبي يا جماعه كان جيل ذهبي في النادي الاهلي. في طبعا بعض اللعيبه منهم كملوا طبعا زي ما كابتن محمد مسرحي اتكلم ناس عدت ال 40 وفي ناس لحد دلوقتي برضو زي كابتن اشرف حسن نجم الزمالك وسموها حاليا.
طبعا ربنا يديله الصحه، طبعا بيلعب لحد سن 46 سنه ربنا يكرمه يعني ويوفقه. فده طبعا بتبقى رغبه من اللعيب اول حاجه. طبعا زي ما كابتن محمد بيتكلم على جسم اللعيب، هل هو يسمح يكمل ولا لا. مركز اللعيب طبعا مهم جدا في بالنسبه للفولي، عشان لعبتنا شاقه ومتعبه جدا، بتحتاج مجهود عالي ومجهود بدني وذهني عالي جدا. فطبعا كل ده بيرجع للعيب ورغبته، وهل هو عاوز او التارجت بتاعه ايه او نفسه يكمل ازاي. تاني حاجه برضو يعني بالنسبه للسن، طبعا احنا عندنا في مصر اول ما اللعيب بيعدي 35 سنه بيبقى لا خلاص ده كبر، لازم يدي الصغير فرصته، لازم ويبتدوا يهاجموا في الناس الكبار. انا احكي لحضرتك برضه، انا اسف يعني في الموضوع الطاوله، يعني وانا صغير كان عندي 24 سنه 25 سنه، كنت احترفت في ايطاليا ورجعت على منتخب مصر بنلعب فريق ايطاليا. فريق ايطاليا كان اعماره الناس كلها فوق ال 32 و 33 سنه، والمدرب بتاعهم كان لسه بيقول عليهم لسه شباب. والله وانا عندي 24 والله العظيم انا عندي 24 سنه. طبعا لعبتنا كل ما تكتسبي خبره وكل ما تلعبي كتير طبعا وزنك بيتقل في الملعب، خبرتك بتبقى زياده في لعبتنا، كل زي ما بيقولوا ايه، كل ما الواحد بيتقل سنه بيتقل في اللعب، وطبعا بيديله خبره وبيديله ارتاحيه وخلاص يبقى زي ما بيقولوا شارب المنهج وخلاص شرب الصنعه، فبالنسبه له الامور بتبقى سهله. ده بالنسبه لسننا احنا، طبعا عكس الكوره عكس الباسكت، طبعا كل لعبه وليها التوب فورم اللعيب اللي يوصل ليها او لحد سن معين يتبطل فيه. ده طبعا في العاب فرديه زي ما حضرتك عارفه بيبطلوا السن الصغير. فطبعا لعبتنا احنا غير، يعني لعبتنا كل ما تقعد في الملعب اكتر وجسمك سامح هرموناتك سامحه طبعا تقدري تكملي زي ما انت عايزه. بعد اي تسجيل في المباراه بتاعت اول امبارح دي كنتوا بتجروا على كابتن محمد وتحضنوه كده ودموعه نزلت بقى، وكان في كده حاله يعني مش بس حاله فنيه في الملعب، الحقيقه روح مختلفه، يعني اجواء مختلفه، عيله واحده كمان. طبعا مع حضرتك طبعا كابتن محمد صلحي او ميدو زي ما احنا متعودين من احنا صغيرين، يعني انا صغير طبعا دخلت النادي الاهلي ولعبت درجه اولى، الاول كنت بتفرج عليه، بعد كده ابتديت اتمرن معاه، بعد كده ابتديت العب معاهم في الجيل لحد ما هو اعتزل، واحنا بعد كده احنا كملنا. طبعا انا يعني الحمد لله رب العالمين حضرت معاه كل الاعمار زي ما بيقولوا، كل السنن الرياضيه او سنه الحياه اللي انت اتفرجت عليه، وبعد كده اتمرنت معاه، بعد كده حضرته مدرب، وبعد كده حضرته مدير فني النادي الاهلي، وحضرته مدير فني منتخب مصر. فطبعا العلاقه بينا يعني هو من زمان، هو الجيل بتاعه طبعا اما اقتنعنا لهم واتعلمنا منهم، وهم طبعا ربنا يبارك لهم ما بخلوش علينا في اي حاجه خالص، ساعدونا كتير وخدوا بايدينا. فطبعا العلاقه اخوه قبل ما تبقى العلاقه اخوه جوه الرياضه، هي بره الملعب طبعا. فطبعا ميدو بالنسبه لنا اخ كبير واخ عزيز وشخصيه محترمه، اللعيبه كلها بتحبه، اللي جوه النادي وحتى بره النادي كل الفرق الرياضيه بيحبوه بيكونوا له كل الاحترام والتقدير. طبعا احنا بالنسبه لنا اخ كبير طبعا، خلاص احنا فاهمينه، انا فاهمه ان انا عندي 24 سنه او عندي 22 سنه من ساعه ما كانت الدرجه الاولى، انا خلاص فاهم ميدو كويس جدا. ميدو فايتر ده من العين بقى، بتفهموا بعض من العين من العيون، يعني عنده الخساره دي يعني ممنوع خالص في حياته، حتى في التمرين ما بيحبش يخسر النقط، حتى ما مثلا واحنا صغيرين كنا ساعات بنحب نتنافس معاهم في التمرين، لا روح القتاليه عاليه. وطبعا حماسي جدا طيب، يعني لحد دلوقتي مثلا لو عايزين نلعب مع اي حاجه في البولي يعني اثناء التمرين طبعا بيبقى هو مش عايز مثلا يخسر معانا. ف لا هو طبعا اخ كبير واخ عزيز، يستاهل كل خير الصراحه، يعني الفتره اللي فاتت كان مضغوط جدا احنا وهو، يعني اللعيبه الكبيره احنا حاسين بيه، اللعيبه الصغيره برده كانت حاسه بس بالذات اللعيبه الكبيره، عشان احنا عشان الراجل دوت عارفين الوقت اللي بيبقى فرحان فيه، عارفين الوقت اللي هو بيبقى مضغوط فيه، فحاسين بيه في كل حاجه يعني. فطبعا بعد الاخفاق اللي حصل حمله رهيبه يعني على الراجل، يعني مع احترامي الشديد ما يستاهلش يعني كتر الكلام اللي حصل دوت. فطبعا بعد ماتش الزمالك طبعا انا بعد كده ما شفت الفيديو لما روحت طبعا هو عمل انترفيو، طبعا الراجل يعني مش قادر يعني كان ساعتها يتكلم طبعا من كتر الضغط اللي فيها، لا الفرقه واقفه على رجليها، الفرقه محترمه، الناس شغاله كويس جدا، فهو طبعا غصب عنه طبعا اللي حصل دوت. فالحمد لله رب العالمين، يعني ربنا الحمد لله رب العالمين كل
زي ما بنقول بيديق ربنا بيكرمه الحمد لله وبيفتحها في وشه قدام الناس كلها عشان ربنا بيكرمه بيقول انت احسن مدرب في مصر، انت راجل محترم، انت راجل تستاهل كل خير، راجل بيتقي شغله، بيتقي زي ما بيقولوا اللعيبه كلها بتحبه وكلنا احنا حواليه. انا بقول له بوعده ومع حضرتك كده ان شاء الله رب العالمين ربنا يكرمنا بالدوري ان شاء الله رب العالمين والكاس والبطوله الافريقيه وربنا يبارك لك ويخليك الاستاذ الكريمه، انت شخصيه محترمه وانسان محترم وتستاهل كل خير يعني. لا محتاجين رد، انا مش عارف والله اقول لك اكتر من كده والله. ترد عليه بصفتك زميله ولا مديره الفني في الملعب؟ رد عايز عليه ترد عليه ازاي؟ اخوك، هو اخويا الصغير زي ما قلت لك يعني. عبد الله من الناس طبعا اللي بقول لك والله هو بيحب النادي الاهلي جدا، اهلاوي فظيع، بيروح ماتشات الكوره وبيتفرج على ماتشات السله، بيتفرج على ماتشات الهاندبول، مشجع درجه ثالثه فعلا. فانا يعني بحترمه جدا وبحترم عقليته جدا الاحترافيه سواء هو وجميع زمايله الكبار، وربنا يكرمك ان شاء الله وسلم لي على بناتك. الله يخليك يا كابتن، ربنا يخليك لاولادك وان شاء الله كده على الفرحه دايما متجمعين ان شاء الله، ودايما بتنور قناه النادي الاهلي ومنور النادي الاهلي. شكرا ليك يا كابتن، شكرا ليك يا كابتن عبد الله، تحياتنا لكل زمايلك. ميرسي يا حبيبي، شكرا ليك. بمناسبه بنات، ولادك فين من اللعبه؟ انا عندي بنت 24 سنه بتشتغل ما شاء الله، وزياد بيدرس في روسيا، ومازن هو بقى اللي لعب فولي في 17 سنه بيلعب مركز 4 يعني برضو. ليه ما يعني ما مشوش على نهج بقى باباه يعني؟ ليه يمكن الامكانيات الجسمانيه بتاعت زياد ما ساعدتوش شويه، لكن مازن هو ماشي في الطريق وان شاء الله ربنا يوفقه يعني ويكرمه باذن الله. لو ما كنتش لعب طايره يا كابتن محمد كنت بقيت ايه؟ لعب كوره بموت في الكوره. والله. طب ليه ما دخلتش كعيب كوره؟ ليه؟ البركه فين يا اخويا بقى، هو اللي صمم ان انا العب فولي يعني. كابتن هاني وصلحي المدير الفني البتروجيت اللي هزمكم، كانت ايه اسباب الهزيمه؟ عدم يعني احنا لعبناهم في الدور التمهيدي رايح جاي، كسبناهم 3-0 يعني. الناس افتكرت ان الماتش سهل شويه، لكن هو عامل فرقه محترمه جدا في بتروجيت، ولاد صغيرين، وزي ما قلت لك برده احنا مدين لهم 3 لعيبه اعاره، فلعبوا ماتش كويس جدا بصراحه وكسبوا يعني. اتكلمتوا بعد الهزيمه في حاجه؟ طبعا هو كان بيقول لي انا مش عارف يعني افرح ولا اعيط ولا ازعل ولا ايه، لان هو طبعا هاني برضو اهلاوي جدا لكن قلت له طبعا تفرح ان انت عملت فرقه ومحترمه وماشي كويس قوي في الدوري يعني. وقدرت تنجح يعني. هو بينجح الحمد لله. الحمد لله. عايزه اتكلم، انت طبعا انت مشجع اهلاوي من صغرك انا عارفه، ويعني بس لو كنا بنتكلم كمان على لما النهارده بنشوف انتقادات شويه جدا برضو بتوجه مش لكابتن محمد مصلحي بس، لان انا حاسه الموضوع دوت مأثر عليك شويه، ويمكن عبد الله عمل ستريس عليه يعني. انتقادات عنيفه شويه. بتتعامل معاها ازاي؟ ولما بتشوفها في الكوره بتحمد ربنا ان انت لعبت في الفولي بول، لان الموضوع يعني يمكن في كره القدم اكبر شويه؟ بصراحه يعني هي يعني في ساعات بتبقى زياده عن اللزوم يعني، اللعيب مش ممكن ابدا او المدرب مش ممكن ابدا يتمنى ان هو يخسر او يعني او ان هو يؤدي ماتش سيء يعني، بترجع توفيق يعني. يعني انا مثلا مروان محسن يعني من الناس اللي بيصعبوا عليا جدا في السوشيال ميديا بالكلام يعني، في انتقادات عنيفه جدا عليه. لما الواحد برضو بيبقى فيه تجاوز يعني، انا يعني الناس كلها دلوقتي بتشوف السوشيال ميديا وفيسبوك بالذات، طب انا مراتي لما تشوف الكلام دوت، بنتي، ابني، امي لما تشوف الكلام ده يعني انا بحرج منه يعني، فهو ده اللي بيصعب عليا. لكن انتقد ادائي في الماتش، ده حق اصيل لكل مشجع، لكل انتقد ان انا ما عملتش كده على عيني وعلى راسي، لكن توصل لحد الاهانه لا، ده ان انا بيصعب عليا يعني. لا دلوقتي بتحمد ربنا انك ما لعبتش كوره ولا لا؟ برضو كنت تفضل انت كنت الحمد لله كل واحد بياخد نصيبه يعني، الحمد لله يعني انا راضي باللي انا فيه. لا رد عليا، مش رد دبلوماسي، جاوبني. لا الكوره طبعا حاجه ثانيه خالص. الكوره طبعا حاجه، خصوصا النادي الاهلي يعني، خصوصا الكوره في النادي، منظومه الكوره في النادي الاهلي حاجه يعني تتجه شويه لاوروبا يعني، حاجه منظمه محترمه جدا،
كله بيشيد بيها بإدارتها بلعبتها بكل حاجة. يعني الواحد اتمنى طبعا ان هو كان يبقى لاعب كورة. ال 100 ماتش اللي عايز اتكلم عنه، طبعا انتوا حققتوا ارقام قياسية جدا في اللعبة دي، طايرة رجال الاهلي. بنتكلم مش مسابقة دوري بس، بنتكلم دوري وكاس وافريقيا كله، وفي طريقكم ان شاء الله ان انتوا تسجلوها في موسوعه جانس. عايزاك تكلمني عن الرقم القياسي ده وازاي اتعمل على مدار التاريخ ده، مدار المشوار طويل. بصراحه انا ما كنتش يعني ما كنتش بعيد، لكن الاولاد في السوشيال ميديا برضو، دي مميزات من مميزات السوشيال ميديا، الاولاد في الصفحات المختلفه بتاعت العاب صالات هم اللي ابتدوا يعدوا الماتشات دي. والله فعلا. وعملوا ده هم كمان، هقول لك مفاجاه، ان هم امبارح احنا فرقه الفولي اكتر فرقه متوجه في العالم كله ببطولات. انا عارف في العالم كله 80 بطوله، واكتر فرقه متواجده ببطولات قاريه هي فرقه النادي الاهلي 20 بطوله، والفرقه اللي تحتيكوا تقريبا يعني حاجه و70 او يعني حاجة. فهم الاولاد دول هم اللي بيجيبوا بيتابعوا الكلام ده كله. فال100 ماتش هم تابعوها، ووصلنا لغايه بطوله افريقيا او خلصنا لغايه 84 ماتش. فابتدينا السنه اللي فاتت من 84 ماتش، المنتخب خد 10 من عندي، فاضطريت العب بالناشئين اللي هم بيقولوا ان انا ما بطلعش ناشئين، ابتديت العب الدور التمهيدي كاملا بالناشئين. وكملنا ال 100 ماتش بالناشئين. كملنا ال 100 ماتش ووصلنا لغايه 102 بدون خساره. الحمد لله بدون خساره، لغايه بقى ما الفرقه رجعت. كان طبعا كان ممكن الرقم ده يكسر لو قدر الله، لو خسرت اي ماتش في ماتشات الدور التمهيدي بتاع السنه اللي فاتت، لكن الحمد لله كملنا بالولاد الصغيرين لغايه لما الفرقه جت، وكملنا لغايه 102 ماتش بدون ما شاء هزيمة. الله ما شاء الله. ده مش بالصدفه، انا دايما اقولك دي كلمتي دايما، اكيد في جهد، اكيد في التزام، اكيد في دعم كمان من مجلس اداره بيعي تماما جدا ان النادي الاهلي مش بس كره القدم، لا جميع اللعبات، سواء اللعبات الفرديه الجماعيه، هو الدعم اللي بيقدم في كره القدم بيقدم ايضا في جميع لعبات. الكابتن محمد، لا في الفولي بول فرق ازاي بقى دعم مجلس الاداره؟ اولا ما فيش حاجه بتيجي بالصدفه، كله بالتعب والمجهود والحمد لله الفرقه بتتعب جدا، بتتمرن صبح وبعد الدور. انا مش يعني في صور كتير جدا الاولاد بيناموا في اوضه اللبس ما بين التمرينين، وبنتجمع مع بعض ونتغدى مع بعض وبنروح التمرين مع بعض، فكل الكلام دوت بيجي مش ببحث صدفه ابدا، يعني بمجهود وبعرق وبالتزام كبير جدا، مسؤوليه كبيره جدا. والولاد عارفين كويس قوي هم بيلعبوا في النادي الاهلي، يعني مسؤوليه. بالنسبه لدعم المجلس الاداره، الحمد لله من ساعه لما اتعينت، يعني الحمد لله مجالس الادارات سواء كان المجلس السابق او المجلس الحالي ما بخلوش علينا باي حاجه خالص. كابتن محمود الخطيب ومجلسه جبنا كميه اجهزه كبيره جدا، جبنا معدات كتيره جدا للتدريب، اجهزه حديثه جدا، كل مطلوب حاجه بمنتهى الامانه ما فيش تتوفر تماما. طبعا انا كلامي كله مع مدير النشاط الرياضي كابتن رافع عبد القادر، بطلب منه، هو بيعرض على مجلس الاداره او المكتب التنفيذي، المكتب التنفيذي بيوافق. يعني بقول لحضرتك ما فيش اي جهاز او اي حاجه الا ما تم توفيرها لفرقه الفولي. لعيبه اجانب على طول، محترفين بيجوا اخرها، مثلا كرازيمير اللي جاي ده جه في اسبوعين. قدمت ورقه فعلا لان كان في اثنين عندي مصابين، عبد الحليم عيب وعبد الرحمن سعودي، الاثنين كانوا مصابين، يعني اضطريت ان انا بلعب باثنين بس في مركز، يعني هما الاثنين دول بيلعبوا في مركز واحد، فاضطريت ان انا اطلب من الكابتن رؤوف محترف جه في اسبوعين بالظبط. انت اللي بتختاره كابتن محمد؟ طبعا انت بتختار. انا اللي بختاره طبعا. فالمجلس بمنتهى الامانه بيوفر كل حاجه احنا انا طلبتها منه، يعني الحمد لله. كمان لما بنتكلم عن انه النادي الاهلي في هذه اللعبه اكثر حصدا للبطولات، فده اكيد برضو ما جاش محض الصدفه، واكيد انت كمان بتخلق دوافع المفروض جديده، وده صعب عليك اكتر. يعني لو انا ما حققتش رقم، لو انا ما حققتش بطوله، اكيد عيني هتيجي يعني خلاص، يعني اوتوماتيكلي انا عايز اعمل حاجه. انت محقق اوريدي، فازاي بتعمل دوافع جديده بتخلقها مره تانية للعيبه؟ أزود. انا تقول لهم كده ما بشبعش. انا ما بشبعش، بقول لهم يعني احنا النهارده وقفت على الخط في التمرين قبل ما اجي، والله انتوا اديتوا ماتش هايل كويس جدا، بس احنا ما عملناش حاجه،
نعملنا حاجه، احنا ما كسبناش لا دوري ولا اي حاجه، نقفل الصفحه دي. تقول لهم كده لما تقعد معاهم النهارده حالا قبل ما اجي بساعه؟ لا والله. اه والله خلاص ما عملناش حاجه خلاص. نقفل بقى الصفحه دي ونلتفت ان شاء الله للدوري، اللي احنا عندنا دوري وان شاء الله احتمال نشارك في افريقيا وعندنا كاس، فلازم الجمهور مستني منكم الكلام ده كله. واثنيت طبعا على ادائهم الفني، واثنيت على روحهم العاليه جدا مع بعض، لان طبعا انت فرقه مليانه نجوم، الفرقه اللي مليانه نجوم صعب جدا السيطره عليهم، لان كله عايز يلعب وكله عايز يشارك وكله عايز يبقى في الاضواء. فالولاد بمنتهى الامانه اليومين اللي فاتوا، انت بتسالي عبد الله عمل ايه، عبد الله اجتمع معاهم وانا اجتمعت معاهم والمدير الاداري والجهاز الفني كقائد بقى، هو كلاعب بقى بيحتوي الفريق. ففعلا عملوا اجتماعات مع بعض، والولاد فعلا كانوا روحهم عاليه جدا في الماتش ده، ما فيش اي حاجه تعلو غير مصلحه الفرقه والنادي الاهلي. انا بشكرك جدا كابتن محمد، ربنا يخليك، وبتمنى لك فعلا التوفيق اللي جاي، لانك فعلا يعني شخصيه كمان على المستوى الاخلاقي والانساني تستحق كل التوفيق. ربنا يخليك. انا برضو مبارك لاحمد صلاح اختياره من احسن 100 لعيب في العقد الاخير، في العقد الاخير. صحيح. وعلى فكره هو يعني ده رجال وسيدات وفولي شواطئ، يعني هو تقريبا انا عديتهم النهارده لقيتهم 27 لاعب، فهو من احسن 27 لاعب في العالم في العشر سنين اللي فاتوا، وهو يستحق الكلام دوت. وبشكر جدا جدا اللعيبه والجهاز الفني اللي معايا اللي بيتعبوا معايا على طول، واتمنى ان شاء الله ان احنا نسعد جمهور النادي الاهلي اكتر واكتر بكتير ان شاء الله. شكرا جزيلا ليك، نورتنا في البيت الكبير. شكرا جزيلا. شكرا. بعد الفاصل مستمرين في البيت الكبير، اتفضل.